يا أهلين وسهلين مشاهدينا في كل مكان، أهلاً وسهلاً بكم. برنامجنا الطبخة بلهجتنا. اليوم عندنا ضيف جميل، عندنا إنسان وشيف. شيفنا يبا الطبخ بلهجتنا، الطبخ بلهجتنا. الله يعافيك، ما استنيتني راح أجيب لك الأغراض، رايح أسوي لك الأمور، أجهز لك الأوضاع عشان تبدأ طبختك اليوم بشكل سريع. يعني ما ضبطت اليوم اسم البرنامج الطبخ بلهجتنا، الطبخ بلهجتنا. شفتك تأخرت، قلت هي تحبيت تكون الطبخة. يعني ما ودي إيه، شكلك مشتاق للطبخة. ها إيه والله يا لي. حبيبي الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور. صراحة شيفنا الشيف عبد الملك، صراحة يعني احنا مستمتعين معك. الله يسعدك. اي والله. اليوم وش بتدلعنا، وش بتطبخ لنا اليوم؟ اليوم يا سلام، هذا اللي يا سلام. يا سلام يا سلام. ممكن حبته شوي غريبة، شكلها شوي غريب، لكن هذا المفلك. يا سلام، هذا المفلك يا اخي. انت الاكلات حقت الشرقيه اللي جالس تجيبها ما ادري كيف، يعني غريبه، تحس انها الرز الحساوي، الحين المفلك، هذه في لها. عطني مكونات. طيب المفلك ايه عباره عن، شفت حبه الهريس؟ ايه الهريس معروف حبته شوي متين. ايه نعم صح. يضربونها ضربه واحده شو تصير؟ جريش. ايوه، اذا ضربوها ثنتين تصير المفلك. ايوه هذا الفكره كلها، هريس ينضرب واحده يصير جريش، ينضرب ثنتين يصير مفلك. زين، وهذا ما يصير سليق وكذا؟ السليق يكون بالرز، اي بالرز العادي المصري او غيره منه، بس ما يكون بهذا. زين، وش مكونات الطبخه حقك؟ طيب بسم الله. مكوناتنا طبعا يفضل المفلك يكون بالربيان، تقدر تسوي باللحم لكن يفضل يكون بالربيان، يعطي طعم اجمل. هذا المفلك ايوه. يا سلام. ومنها تغيير، يعني كله لحم ودجاج ذا، فبنقدمه بالربيان. طبعا يكون عندنا الحمسه العاديه اللي هو البصل والطماط والفلفل، حلو، والثوم، وعندنا البهارات العاديه والملح والصلصه. شيف عبد الملك، هلا. الطبخه هذه كم تستغرق من وقت؟ كم يعني نقدر نسويها؟ شوف، دام ما فيها لحم ولا دجاج إيه؟ يكون الوقت اقل. اي ليش؟ لان الربيان ما ياخذ الخمس دقائق الا هو جاهز، هذا الربيان. إيه؟ بس طبخه المفلق نفسه هو اللي بياخذ معانا وقت شوي. يا سلام. يعني يا سلام. ممكن 20 الى نص ساعه بيكون جاهز. طبعا معنا. هذا اسمها المفلق. في الشرقيه يسوونها. وين من وين تستصنع هذه؟ والله المفلق. بشكل كبير في الحسا. في الحسا بشكل كبير. يا سلام يعني حتى الامارات وبعض دول الخليج يسوونها، لكن في السعوديه اتكلم بشكل كبير تكون في الحسا. يلا خلينا نبدا ندردش مع بعض، نشوف اليوم شنو بنسوي لنا الشيف عبد الملك. طيب اول شيء، اول قبل ما نبدا في الوصفه كامله، عندي نفس المفلك، شو اسوي فيه؟ يا سلام، احمصه. بسم الله، حمصناه. يا سلام، نعطيه تقليبة بسيطة، بدون بس زيت، بدون زيت. لا بس بدون زيت وبدون موية وبدون شيء. نعطيه تحميصة كذا بس، ياخذ لون بني شوي عشان تطلع النكهة زيادة. يا سلام يا سلام. طبعا يسوونه بمقلة؟ ها اي بمقلة ولا قدر عادي، اهم شيء بس يعطيه تحميصة بسيطة حتى ما ياخذ وقت معانا. يا سلام يا سلام، زي الفصفص يعني. بالضبط. طيب على ما يضبط معنا، ايه نبدا بالمقادير اللي هو للوصفة كاملة. يلا بسم الله. بسم الله. تبيني اعاونك بشيء؟ ما استغني عنك، انت الشيف يا حبيبي. انت الشيف، انت الجميل. والله العظيم اليوم انا استفدنا منك بشكل كبير. اي والله. الله يسعدك، انت مقدم وشيف وكل شيء يا حبيبي. طيب الان بنبدا اول شيء بشنو؟ بالحمصه. اي بالكشنه حق المفلق نفسه. في لها كشنه بعد؟ هي طبعا خاصه لها. اي تكون الحمصه كامله. طيب ابيك اذا جينا نسوي حمصه ايش نبدا فيه؟ نبدا بالبصل او بالطماط. حلو، في شيء قبل البصل. الزيت. الزيت او الزبده. يا سلام عليك، لا فنان. انا والله قايل لك، انا شيف صغير يعني بالنسبه لكم. انتم ما شاء الله لكم سنين في هذه الطبخ، والطبخ يبي له نفس، يبي له روقان، يبي له شخص كذا متمكن في الطبخ. ما يجيك واحد والله طبخ طبختين، ها أيوة. يجيك في الديوانيه ويقعد لك يقول انا الطباخ وانا الطباخ، اخر شيء تاكل لقمه ودوم. طيب شو نبدا بعد ما حطينا الزبده؟ الزبده نبدا بالبصل. يا سلام عليك. البصل بسم الله. الان البصل سام شيفنا. بسم الله. يا سلام عليك، ما شاء الله تبارك الله. طبعا الشغل
ناري، الشغل خفيف لطيف. ليش كل شيف يب يعني يحب انه يروق في طبخته؟ او يقول لك الشيف والله انا استمتع وانا اطبخ، او ان كل واحد اذا استمتع في مهنته ابدع فيها. يا سلام. واذا استعجل فيها يعني جاب العيد فيه بالضبط. فكل ما استمتعت يكون النفس حلو، تسمع كلمه النفس حلو، النفس حلو. يا سلام. النفس انك تاخذ راحتك في الطبخه، ما تستعجل عليها، تركد فيها، وان شاء الله تطلع بنتيجه حلوه. هل تقيم الطبخات اللي يسوونها في البيت؟ يعني مثلا الاهل اذا جاتك يستشيرونك بعض الطبخات؟ هل شوف اذا امك طبخت خلاص عيب تقيمها. خلاص امك فوق التقييم. الله. اذا خواتك طبخوا بالعكس تعطيهم عشان نصائح الخبره. ها بالضبط، عشان يتطورون. واذا ام العيال زين؟ اذا ام العيال لازم تكون تحترم كانك مرتبك. لا لا عادي خليك لازم تحترمها وتقدرها. يا حبيبي الله يسعدك. شوف بعلمك شيء، الاكل اذا يجي من اختك ولا من امك ولا من زوجتك قل حلو، حتى لو انه مو حلو قل حلو، لا تنام برا يعني حلو. تشوف انت كذا انت اخبر في هالامور. يا الله انا طبخه من الوالد على طول حلو. مرة نمت برا يعني؟ خلك دبلوماسي مرة. طيب. المفلق اليوم طبعا مع الشيف عبد الملك. ابى اضيف. يكون له نكهات غير. ابى اضيف الثوم. الثوم طبعا احنا اول شيء حطينا الزبدة. الزبدة وبعدها البصل. والحين اضفنا عليها الثوم. الثوم. يا سلام. حلو البصل انك ما تستعجل عليه بس عشان ياخذ اللون. يا سلام يا سلام يا سلام. انا شايف شيفنا، انا شايف انه تعتنون بالنظافه، تعتنون بالاشياء، انه يكون المطبخ مرتب، ولا هذه ثقافه يعني بس قدام الشاشه ولا في البيت ترى في. بسالك سؤال، انت لو جيت تنام في الغرفه ايه نومتك والسرير مرتب مثل والسرير معفوس؟ لا والله الصراحه هو مرتب. شغلك وش المطبخ يكون مرتب مش مثل شغلك والمطبخ معفوس. صح صح صح. هل تقول يعني ان المطبخ لازم يكون نظيف؟ ايه لازم يكون مرتب عشان تفرق نفسيتك في الطبخ. ايه صح صح. يكون بعد معفوس ولا زين. شيفنا هل لا 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 يكون لك يعني تحب ان يكون لك مساعد او مساعدين، ولا تقول انا افضل ان اكون بالحالي واسوي؟ انا بالنسبه لي مساعد يكون يعني مش في الطبخه. إيه؟ مساعد برا الطبخ، يقصص مثلا، يجهز لك، يقرب لك، يعني يساعدك في امور ده، بس داخل الطبخه يعني ما لنا نصيب اليوم الا انت. لا انت خلاص انت شيء ثاني. والله بغيت احرق يعني. طيب بعد ما جهزنا البصل ايه بناخذ يا طويل العمر الفلفل. الفلفل يا سلام. يلا عاد ورنا مهارتك. احط شويه كله يا سلام. فلفل ماخذ حتى جميله. ليش اكثر الطبخات يحطون فيها الفلفل؟ لا والله نكهه، والله الفلفل ترى بالذات اشوف على اكثر الطبخات الان قاموا يركزون على الفلفل. ولا هل هي يعني هي اللي تعطي نكهه في الطبخه؟ يعتمد الفلفل اذا حار اذا بارد، بس انا بالنسبه لي الحمسه يعني تعتمد لك على البصل والفلفل والطماط والثوم، هذا اهم الاساسيات في الحمسه. بس لك سؤال شيف عبد الملك، في عندك بهارات خاصه فيك تحب انك يعني مسويها انت؟ ايوه في بهارات في البيت يعني ما استغني عنها. انت انا جبت منها عينه بس اني ما اقدر استغني عنها. ما تبيع منها ولا خاصه؟ حاليا لا خاصه لسه للحين. ما بعد فيما بعد ان شاء الله في فكره ان شاء الله. ان شاء الله. ها ابد ان شاء الله. اي ترى نحتاجها. الله يسعدك. نبي اللمسات يعني. طيب بعدها الطماط. الطماط قايل لك خلاص خلاص هذه حلقتين بس وتصير. بسم الله. شيفنا مستمتعين معك، واعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدات ان شاء الله يا رب انكم مستمتعين معنا في الطبخ الشرقي. طبعا اليوم عندنا الطبخه مفلق. ما ادري شو يسمونها المناطق الاخرى بس انا اللي اعرف انه مفلق. ما اتوقع ان لها اسم ثاني. ما لها اسم ثاني. ها شيفه صحيح. ما اتوقع انا صراحه ان لها اسم ثاني، بس قلت لك فكرتها الحبه تختلف. الهريس بعدين الجريش بعدين نفس الحبه تكون مفلق. في عندنا المفلوق ذاته، المفلوق اللي يفلقين راسه. اي تعذر. المفلق طبعا هذه اكله شرقويه جميله وخفيفه،
التحضير لها سهل. اليوم شيفنا بيسويها بالربيان، شيفنا المكونات حقتها بشكل سريع. طيب نعيد المكونات، عندنا الحمسة، الحمسة تعتمد على البصل والطماط والفلفل والثوم. يا سلام، هذه هي سويناها. بعدها بنضيف صلصة الطماط، وعندنا بنضيف الربيان والبهارات، هذه كلها تقريبا. وش ليش خصصت الربيان شيفنا؟ يا أخي سبحان الله، كل طبخة يليق لها شيء. قلت لك بتضبط باللحم، بس الأطعم يكون بالربيان. اللي ما يأكل الربيان يقدر يضيفها باللحم. يا سلام. عادي. يا سلام، عندنا تنوع في الطبخات شيفنا. إيه؟ في الشرقية. والله شوف، عندنا الله سبحانه وتعالى منعم علينا مثلا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وغيرها بالأصناف وتعدد الأصناف، مثل برنامجنا. ما شاء الله تبارك الله، كل منطقة لها إبداعها، كل منطقة لها شيء اللي هم يرغبون فيه. صحيح. فسبحان الله، من نعم الله علينا بهالشيء. هل المطبخ السعودي مطبخ صعب بتحضيره؟ ولا صعب. ولا في ناس؟ والله العظيم بدون أي مجاملة، إنه من أفضل المطابخ في العالم. في العالم. يا سلام. يا سلام. وأنا أتحمل مسؤولية هالكلام. المطبخ بسبب التنوع. ترى لو رحنا المطبخ الإيطالي فيه أصناف معينة. أي صح. لو رحنا المطبخ الفلاني أصناف. إحنا كل جهة لها أصناف معينة. وهي جهة صغيرة، يعني الشرقية شوف كم طبق يطلع منها، ولو رحت الغربية كم طبق. فغيرها من الأشياء. يا سلام. طيب. يا سلام. نأخذ الحين. نأخذ البهارات. ودك الربيان ولا الصلصة؟ والله. شو اللي ودك؟ تبي شيفنا. عطنا الربيان. الربيان. عطنا الربيان. عشان الشكل. عشان يأخذ بعد. عشان الجمهور اليوم، المشاهدين والمشاهدات يشوفون الشكل اليوم. لا 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 لا. جميل جميل، رايق وعلى الهادي وعلى الصراحة. الشغل حامي يعني. أعزائي المشاهدين، خلوكم قريبين يمنا، ترى اللي بيذوق يمكن نرسل له بالتطبيقات، نرسل له شوي جزء من الطبخة، ولو عندنا بعد بهارات خاصة نرسلها له علبة صغيرة كذا، علبة صغيرة عشان يطبخ فيها. شيفنا، هل الطبخات يعني انت طبخت بالربيان اليوم، وش افضل الطبخات اللي تستهويها انت في الاسماك او الربيان او الاشياء البحريه؟ يعني شوف، جمهور البحري كثير. ايه؟ الناس اللي تحب البحري. يا سلام. كثير. يا سلام. والبحري عالم عظيم، يعني ما شاء الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات يعني ممكن تشوفها اول مره تشوفها في حياتك. نقلنا المحار، نقلنا مثلا الكلماري، نقلنا الربيان، السمك، انواع السمك. يا سلام. فالجهه البحريه او الاشياء البحريه انا بالنسبه لي من افضل الاشياء، افضلها على اللحوم. ما شاء الله. بالنسبه للحوم. بالنسبه لي افضلها على اللحوم. يا سلام. كل واحد ذوقه. انت واضح. انا لا والله، انا والله اني انا معك ترى. انا صراحه افضل السمك والربيان على اللحوم. انا والله لو تجيب لي مفطح وتجيب لي الاسماك، والله اني اروح قسم الاسماك واهد المفطح، لان في تحس انك تاكل 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 منه ولا تشبع. انا اشهد هذا احسن. صحيح. ما في البحري تاكل تاكل تاكل، وفي بعد اوميجا 3. اوميجا 3 فوائد كثيره. احسن. وفوائد كثيره، والفسفور واشياء كثيره طبعا. في الاسماك. طيب شيفنا، ما نستغني عنك. انت جميل، انت ما نستغني عنك. الحين عندنا الصلصه. عطنا الصلصه. صلصه. ها. يا سلام. لله. انا شفتك حطيت طماط بعدين حطيت صلصه. شل ما يفرق، بس الطماط عشان يبي له وقت عشان لما يذوب فحطيناه قبل. اما الصلصه لا، جاهزه بس ناخذ كذا تحميصه بسيطه. او يا سلام. يا سلام. شيفنا، بس لك سؤال. الان يعني الطبخات، هل تاخذ منكم وقت كبير في تحضيرها؟ لو كانت طبخه جديده، يعني انت تبي اليوم تطبخ طبخه جديده ما عمرك سويتها، هل تاخذ منك وقت طويل؟ هل يكون تكون لك طقوس معينه في الطبخ؟ انت ممكن في هالبرنامج عشت مع طباخين مره، وشفت شلون يكون في تعب. والله في تعب. عشان كذا اذا قال لك الجنه تحت اقدام الامهات. انا اسهل. احنا نطبخ مره في اليوم ولا مرتين في الاسبوع، هم في اليوم يطبخون لنا ثلاث مرات. والله العظيم. وتعب، وعلى كبر سنهم ما شاء الله تبارك الله، لانهم يحاربون في المطبخ.
بشكل عام الطبخ يحتاج له، يحتاج له صبر، يحتاج له صبر، يحتاج له. شيفنا أطول طبخة طبختها اللحوم المدخنة أو اللحوم اللي تكون بالأفران، تأخذ من 8 إلى 9 ساعات في الفرن. هنا إذا حطيت مثلاً فخذ خروف، الفخذ يحتاج لوقت طويل على ما يوصل لمرحلة استواء حلوة، فيأخذ مثلاً قلت لك 6 ساعات إلى 8 ساعات، بعضهم يحطها أكثر. أكثر نبي أكثر أكلة تحبها، يعني تقول والله أنا أستمتع إذا أسويها وأكلها. شيفنا ما عليه بندخل خصوصيات؟ لا مو خصوصيات، بالعكس سامحنا. يبقى المطابخ أذواق. أي صحيح صحيح صحيح. لكن أفضل طبخة أنا شخصياً أفضل المطبخ الإيطالي. الإيطالي الإيطالي يعني إيطالي. قلت لي الباستا ولا البيتزا أنا أفضلها. يا سلام، تعرف أي شيء متن أي هذا على طول دق فيه الاسباكيتي والشغلة. طيب نأخذ البهارات. يلا البهارات، البهارات وتكون وش عندنا؟ أبختبرك هذا شنو؟ هذا كركم. يا الله لا شيف الولد خلاص. أنا ترى عندي تذوق كذا شوية. يا سلام عليك. طيب عندنا هنا هذا إيش؟ هذا البهارات. هذا البهار المشكل. المشكل طبعا هو جالس يسوي لنا طبخات احنا والله. هذا يعني هذا فلفل. ها يا سلام عليك. فلفل اكثر 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 الفطور يكون فيه فلفل. ليش انا اذكر يعني؟ اذكر احد اخوياي وانا اصور الوصفات يقول لي ليه كل وصفاتك فيها فلفل اسود؟ هل في علاج ولا الفلفل الاسود؟ انا بالنسبه لي نكهه، الملح والفلفل الاسود شيئين اساسيين. إيه؟ في كل طبخه احطهم. يا سلام يا سلام، الملح وال والفلفل الفلفل. طيب نضيف الملح. الملح بسم الله. بسم الله. اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدات اليوم طبختنا المفلق. اليوم يسوي لنا الشيف عبد الملك طبخه كذا خطيره وخفيفة، يعني المكونات حقها خفيف بعد. أهنيك شيفنا على هنا المفلق. هذا المفلق. هذا المفلق شم ريحته ما شاء الله، طلعت ريحته خلاص. إذا تحمص تطلع ريحته. يا سلام يا سلام. بس ينغسل وينحط على يا سلام. باقي لنا من هالأصناف شيء شيفنا من هنا. إيه؟ تقريبا انتهينا منها كلها. خلاص ها؟ إيه نعم. هذا الحمسة الحين كذا شوفها بهالصورة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وين الواحد اللي يشوف له ذكر والله؟ لأن ترى احنا إذا خلصنا الطبخة ندق بالنعمة، والله يعيننا على الكنترول اللي يشوفونه الحين والمصورين. في واحد المصورين قاعد يقول خلي الأكل على جنب. طيب بس بناخذ الكمية اللي نحتاجها الله عاد من المفلق. إيه؟ وبنغسلها وبنضيفها على الحمسة نفسها. يا سلام يا سلام يا سلام. شيفنا عندنا فاصل، والدقيقة هذه وش بنسوي عشان نطلع خلاص فاصل؟ الحين هذا المفلق بعد ما حمصناه يكون جاهز. أيوة. بنعطيه بس غسيل، ما ننقعه، بس نغسله وبنضيفه على الحمسة وبنضيف عليها الموية ونخليه يطبخ. يا سلام يا سلام. خلونا نطلع فاصل معاكم ونرجع مع الشيف عبد الملك. يلا شيفنا الحين بنحط الحين الحمسة جاهزة. إيه؟ وعندنا المفلق بعد ما حمصناه غسلناه. يا سلام. بس غسلناه بدون تنقيع، الحين نضيفه على الحمسة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كم يحتاج له وقت شيفنا؟ تقريبا في القدر العادي يعني تاخذ حول النص ساعة او ازيد شوي. شايفك تحمس وها شغل. إيه؟ خفيف لطيف ها. طبعا عادي تحمسها شيفنا اللي هي المفلق. اي مع اي عادي جدا. طيب يمكن انها تعتفس او شيء الحين. لا لا هي اصلا ما تكون حبه حبه. يا سلام. الحين بنضيف عليها المويه. يا سلام يا سلام يا سلام. يا اخي شيفنا شيفنا اليوم دلعنا صراحه. اليوم تاكلون اكل مفلق خفيف لطيف وسهل، مكوناته سهله. بالنسبه لكميه المويه تكون تقريبا مثل الرز العادي.
يعني فوق أي أو أكثر بشوي بس مو مرة كثيرة. يا سلام يا سلام. الآن كم يحتاج له وقت؟ الحين مثل ما قلنا تقريبا نص ساعة ويكون جاهزة. يحتاج له. أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات طبعا الآن الشيف بيسكر لنا بيسكر لنا القدر وراح ياخذ لنا 20 دقيقة. خلونا نطلع فاصل ونرجع معاكم مع الشيف عبد الملك. يعطيك العافية. يا سلام الحين قربنا نخلص الطبخة بالضبط ولا شيفنا؟ خلصنا تقريبا. سوينا الحين؟ الحين هذا سوينا بيض مسلوق بيكون تقديم. بيكون للتقديم يعني تقريبا شيء اساسي يكون مع المفلق بيض. نبي شرح المكونات بشكل سريع. الوصفه بشكل سريع طبعا اضفنا اللي هو البصل حمسناه مع زبده واضفنا عليه ثوم وفلفل وطماط. سلام. بعدها اضفنا معجون الطماط اضفنا اللي هو المكون الاساسي مع المفلق اللي هو الربيان. سلام. والمفلق حمصناه على جنب بعدين غسلناه واضفناه مع البهارات على الحمسه. سلام. بعدين اضفنا عليهم ماي وخليناهم يطبخون والحين ان شاء الله الوصفه تكون جاهزه معانا. يا سلام يا سلام. يلا يلا بسم الله خلنا نشوف. خلونا اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدات. يا سلام يا سلام يا سلام. بخرني بخرني. يا سلام يا سلام عليك يا سلام. هذا شكل المفلق كذا يكون مفلق جاهز معانا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك. شفنا أحس إنه كذا فيه خفيف يعني كذا اللي هو يعني المفلق هذا حبة خفيفة يعني. إيه حبة إيه هو مثل ما قلت لك الحبة نفسها انطحنا الطحنتين وطلع معانا المفلق فتشوف حبتها أصلاً صغيرة مو مرة كبيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خلاص الحين هل طريقة التقديم يعني مهمة؟ هي مهمة لكن نقدر إحنا نقدمها بأي طريقة نقدر عليها. يلا بسم الله نحط التزيين حق. يا سلام طبعا هذا البيض معانا. يا سلام يا سلام بشكل سريع بشكل لطيف. راح اخذ الربيان. يا سلام هذا الربيان طبعا تنقيها. ايه لا انا بس عشان بقدمه بطريقه ثانيه فباخذ الربيان في البدايه. يا سلام يا سلام عشان يصير تحت الربيان. شيء جميل شيء خفيف شيء لطيف. بعدها باخذ مفلق. يا سلام الله 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 يا جماله يا جماله يا ناس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. دقيقه 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 خلي اجيب اللقطه ابو ياسمين واخر حقه الزيت. خلينا نطفي واخر حقه الزيت دي القدام. يا سلام ايوه يا سلام يا سلام يا سلام عشان تطلع الصوره ابو ياسمين يدلعنا الصوره بشكل سريع. يلا دقيقه لازم تعرفون الشيف لازم انه يتعب على الطبخه يتعب على منظرها وادق التفاصيل لازم يعيشها. نرفعها بسم الله. يا لا في تزبيط لا شغل جامد لا 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 وخرني وخرني دلعني. الطبخة اليوم طبعا مفلق مفلق بالربيان. يا سلام مفلق بالربيان مكونات قلنا لكم. يا رباه يا رباه ما الذي يحدث ما الذي يفعله الشيف عبد الملك. هل افتح سنشاهد ما تقدم عليك. لا والله لا لا والله والله ما تقدم. يا رب يا 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 سلام يا سلام يا سلام. واللمسات الأخيرة حقت الطبخ طبعا سهلة وخفيفة بس طبخ كذا يكون معانا جاهز. يو 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 شفيك تأثرت تعبت ما عليك تعبت. أصبر أصبر وأنا خلاص. لا 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 أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات نقول هنا وصلنا الختام في حضرة الجمال. يسكت الجميع في أمان الله. مع السلامة.